بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مراجعة مادة اللغة العربية، والامتحان يفصلنا عنه ساعات قليلة، ونزف البشرى لجميع طلاب الثانوية العامة في محافظات مصر بأننا سوف نخرج من الامتحان ونحن في مرحلة رضا وسرور عن آدائنا في هذا الامتحان الذي تأتي أسئلته في متناول كل من ذاكر وجد واجتهد. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ أحمد عطا، موجه أول بإدارة دمياط التعليمية بمحافظة دمياط. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم يا دكتور محسن وبجميع طلابنا في المرحلة الثانوية الذين غدا إن شاء الله سيكون يوم حصاد جهودهم التي بذلوها على مدار هذا العام بإذن الله. الامتحان سوف يكون في متناول الطالب المتوسط بمشيئة الله، وهذه بشرى لجميع الطلاب. لأول مرة سوف نجد الدرجات النهائية كثيرة في امتحان اللغة العربية بعد قرار مستشار اللغة العربية بأن يصحح التعبير في آخر الورقة الامتحانية، أليس كذلك أستاذ أحمد؟ بالتأكيد يا دكتور محسن، أنا أحب أطمن أولادنا سواء الأولاد أو البنات عموما بأن إن شاء الله رب العالمين بكرة في الامتحان هتلاقوا الامتحان في مستوى الطالب المتوسط. فعلا اللي ذاكر هيلاقي الأسئلة جاية من كتاب المدرسة يمكن بالنص، وإحنا النهاردة دكتور محسن زي ما حضرتك تعرف أعددنا مجموعة من الأسئلة، بنراهن إن شاء الله رب العالمين إن الأسئلة دي هتكون موجودة بكرة بإذن الله رب العالمين في الامتحان. والله أنا طوفت في هذه الأسئلة أستاذ أحمد، وما أعقب به سلمت يدك. ربنا يبارك في حضرتك. يعني أسئلة أرى أن الجميع لابد أن ينصتوا إليها إنصاتا، لأنها يعني الكثير منها سوف يأتي في امتحان الغد بمشيئة الله بإذن تبارك الله وتعالى تعالى إن شاء الله. أما موضوع تصحيح التعبير في آخر الورقة الامتحانية فشيء منصف جدا جدا للطالب المتفوق أو الطالب اللي أجاب إجابات جيدة في جميع الفروع. لو صحح التعبير في البداية دكتور محسن، معلم اللي يصحح التعبير كان ممكن يحط له مثلا 8 سبعة من على 10 عشرة 7 من أو 10 ثمانية على عشرة وما تمام. ينصفوش قوي، لكن لما يشوفه قفل في جميع الدرجات الفروع الأخرى الأدب القراءة البلاغة النصوص النحو يقوم يجي في التعبير ويقول له انا هقرا موضوعك انا بقى بعنايه ونشوف انت هتستحق فعلا الدرجه النهائيه ولا لا، نعم وبالتاكيد هيلاقيه ساعتها مقفل الدرجه، لان اللي يقفل النحو وعنده القدره على الابداع في انه يجاوب اسئله القراءه والنصوص والبلاغه بطريقه جيده اكيد اكيد هيبقى تعبيره من التعبيرات الرائعه اللي تستحق فعلا الدرجه النهائيه. وان شاء الله بحب اطمن اولادنا جميعا زي ما حضرتك قلت وتفضلت في البدايه، إن شاء الله إن شاء الله ستكون الدرجات النهائية كثيرة هذا العام. بمشيئة عندي الله. برضو قبل الهوا كنا بنقول حاجة إن بالنسبة للسنة دي ما كانش في ضغط على طلابنا بتالتة ثانوي أصلا، يعني السنة دي ما كانش حد فاكر إن في تالتة ثانوي موجودة، نعم نظرا لإن في أولى ثانوي كانت واخدة الجو أو الشو الإعلامي الكبير نعم من الإعلام والوزارة والاهتمام كله كان منصب على سنة أولى ثانوي شوية نعم عشان النظام الجديد. تالتة ثانوي دفعة محظوظة 2019، هنفضل نفتكر الدفعة دي طول عمرنا بإنها الدفعة الوحيدة اللي ما كانش اتعمل عليها شوق إعلامي خالص، وكنتوا قاعدين في جو هادي وبتذاكروا في جو هادي جدا جدا، انتوا محظوظين من الآخر. بسم الله ما شاء الله. تمام. يعني الامتحان بمشيئة الله في صباح الغد سوف يكون يعني سهلا ميسورا على جميع الطلاب الذين ذاكروا واجتهدوا بمشيئة الله. تطويفة سريعة أستاذ أحمد على عالم الورقة الامتحانية والبوكلت الذي سوف يكون بين أيدي أبنائنا طلاب الثانوية العامة، إذا بدأنا بالتعبير الوظيفي
ايه نصايحك بالنسبة للتعبير الوظيفي هو يا استاذ احمد؟ التعبير الوظيفي ما عادش زي زمان، يقول لك البرقيه واللافته والكلام بتاع الاعدادي او حتى بتاع اولى ثانوي زمان او بس ثانيه ثانوي. ممكن يجي رسالة، ممكن يجي رساله، ممكن يجي رساله، ممكن يجي تقرير، بس تمام، في الغالب وممكن يجي مقترحات، في الغالب وممكن هيجي يجي رؤيه تلخيص يقول لك اكتب او رؤيتك. ابسط معنى نعم العبارة التالية في نعم الملازيد عن كذا، ممكن يقول اكتب رؤيتك، كلمه الاذاعه للمدرسه، مقال صغير عن كذا، خاطرة، خاطره. نعم ممكن يقول له مثلا في بيت او مقوله حاول تتكلم عنها في حدود مثلا من 8 ل 10 اشهر. الطالب في الوقت ده التعبير الوظيفي راعي فيه ايه يا استاذ احمد وهو بيكتب؟ برضو انا عايز اقول الايجاز اهم نعم، جزئيه، اهم نقطه في بس التعبير يكون الوظيفي. ملتزم بعدد السطور المطلوبة. بالتاكيد هو ما هو الموضوع لما يكتب رؤيته او مقال او كلمه الاذاعه المدرسيه او رساله في من 8 ل 10 اسطر. وطبعا يحط علامات الترقيم. بالظبط بالظبط. علامات الترقيم حسن الخط، عدم القشط او الشطب في الورقه الامتحانيه في موضوع التعبير البسيط ده. نعم، اضف الى ذلك انه يحط عباراته بشكل ادبي شويه، يعني فيها رقي، ما يبقاش يستخدم فيها الأساليب اللي خدها في النحو في النحو. والبلاغة. نعم نعم، صحيح. اضف الى ذلك ان التعبير الوظيفي درجته مضمونه في ايد الطالب. وأصبح ليه فراغ، كان زمان كان بيتنسى سؤال التعبير الوظيفي، نعم لكن أصبح الفراغ بتاعه موجود. كل الاسئله النهارده ما عادش حد يقدر ينسى سؤال، تمام، الا انا بتخوف من، برضه بنبه الطلبه ابنائنا جميعا في النحو، استخرج مثلا مصدرا رباعيا واذكر وزنه. انا عايز انت عينه بتنسى الشمال وزنه، تشتغل يا استاذ احمد. بتنسى وزنه انت ليه؟ العين الشمال تشتغل زي ما حضرتك تشتغل. قلت، دي الوحيده اللي احنا اللي انا لسه قلقان ويستخدم منها. القلم الرصاص، ان هو قدامه سؤال بيقول استخرج مصدرا رباعيا، خلاص عمل عليها صح، واذكر فعله هيعمل عليها صح، عشان يبقى هو طالع من اللجنه بيقول انا اجبت عن جميع الاسئله التي وردت في فرع كذا او كذا. القلم الرصاص في بعض الناس يتخوفوا منه، يقول لك ده ممكن يعملوا لي محضر بان انا بستخدم هيكتب الرصاص او اسمه كده. على الورقة خلاص، ده انت مفيش مشكلة. يعني الناس بتخاف من كلمه محضر شويه، يقول عطلوني نص ساعه على ما يعملوا محضر مش عارف ايه. لان لا يعني القلم احنا الرصاص، بنطمن لا ابناءنا. ده انا عايز اوضح بس حته القلم الرصاص اللي حضرتك تقصدها، علشان ما ياخدش باله، ما يدخلش في موال تاني. ده علامه صح بس، او خط تحت اللي انت عملته في السؤال ان انا جاوبت دي، مش ان انت بتكتب الرصاص. يعني حاجه بسيطه، ولو قال لك محضر اقول له طب انا هشطبها. طب بعدين انا عايز اقول على حاجه، الملاحظون في لجان الامتحان ليسوا كارتا من كروت الارهاب، بالتأكيد هو ولكنهم بيوفر جو يعني مناسب، يوفرون الهدوء الهدوء، والراحه الجو المناسب. والاستقرار حتى بالتأكيد يبدع الطلاب في الامتحان. نعم. اذا انتقلنا الى التعبير الابداعي وله الدرجات العاليه، طبعا التعبير الوظيفي انا عايز الطالب ياخد 4 من 4. تمام. بعد كده عايز ال10 درجات الكاملة للتعبير الإبداعي. طيب. رؤيته كأستاذ أحمد للموضوعات اللي ممكن تكون في امتحان الغد بمشيئة الله، لأنك قارئ جيد للأحداث الجارية على الساحة. أولا هو لو جينا نقول الأحداث الجارية، هنتكلم في موضوعات مثلا غلاء الاسعار، هنتكلم في ترشيد الكهرباء، هنتكلم في ترشيد المياه والمحافظه على قطره المياه التي تساوي حياه، هنتكلم في التبرع بالدم والنواحي الصحيه، هنتكلم في مثلا نواحي تعليميه ونظام التعليم الجديد اللي ممكن يدعو الى الابداع والتفكير، أو ممكن حاجات إنشاء كتير. شبكة عالية من الطرق يعني برضو والكباري بالضبط والبنية التحتية بالضبط، يعني وحاجة الانجازات، الانجازات المصريين إلى يعني التفاني في العمل نعم وإعلاء مصلحة الوطن، السياحة الداخلية أو السياحة بالتأكيد الخارجية، موضوعات كثيرة. ولكن الإنجازات كتيرة على الساحة، وبالتالي المجال مفتوح إن إحنا نتكلم أنا في عايز كل ده. الطالب بدل ما أقول له أنت هيجي لك موضوع كذا، أقول له لما يجي لك أي موضوع اتصرف فيه إزاي؟ يبدأ إزاي؟ هل هو يكتب عناصر يا أستاذ لا أحمد؟ أنا لا أحبذ كتابة العناصر في الورقة الامتحانية، لأن تمام. أصلاً حتى المساحة اللي متروكة يا دكتور محسن هو حوالي من بيجيب 30 العناصر سطر. منين يا أستاذ هقول أحمد؟ لحضرتك الاول بالنسبه للمساحه، المساحه مكتوب مطروح فيها 30 سطر، 32 سطر تقريبا، تمام ومطلوب يكتب 25 سطر. تمام، باقي الاسطر اللي هو مطلوب، عايز 6 فقرات. نعم الفقرات شيء، انا بتكلم بقى على المساحه والسطور. نعم، ال 25 سطر دول هيكتب 25 سطر، طب بقيه المساحه اللي مطلوبه اللي هم ال7 سطور التانيين اللي هم بقيه ال 32 سطر، ما انت بتسيب سطر بين كل فقره وفقره زي ما حضرتك تفضلت قلت تمام. 6 فقرات، يبقى انت كده ضيعت كمان 5 سطور، وبتسيب لي سطرين في الاخر احط لك فيهم الدرجه. يبقى انا مش هكتب عناصر علشان ما عنديش مساحه لكتابه تمام العناصر. ثانيا انا ما بكتب عناصر بدي فرصه ان المقدر اللي هيقدر لي الورق، المصحح اللي هيصحح الورقه ده، هيقول لي ده انت عندك عنصر ناقص، ده انت ما اتكلمتش في كذا. لا خلي الموضوع كده قدامه مفروض
يكتشف المصاحب، يكتشف بقى اسلوبك وابداعك فيه، يتوه معاك في الموضوع ويعيش معاك في الموضوع، وفي الاخر يقول الله تستحق درجه كذا. لكن انا هحط له اسبوت او ضوء، تسليط ضوء على العناصر في البدايه، هخلي المقدر نفسيته تروح على ان في عنصر ناقص او في مثلا عنصر مكتوب يعني بطريقه انا غلط. لقيت الطالب جاب مقدمه وجاب خاتمه، نعم وبين المقدمه والخاتمه 4 عناصر، خلاص بقول استوفى الموضوع. انا جميل ذهنيا بحط له 8/10، جميل الاسلوب بتاعه جذبني بحط 9/10، مفيش اخطاء ولا كشط، انا بديله 9.5. لقيته مقفل الدرجات قبل كده في اه كل الفروع، انا هديله خلاص 10/10 10/10 ان شاء الله. بس وياخد برضو. وما ننساش مع الدرجات الحركه وزعتها يا دكتور محسن، الاستشهاد مهم جدا جدا تمام، جدا. وانا عندي طريقه حلوه قوي لكتابه التعبير، تعال اتفضل. نقولها على السريع كده علشان ندخل بقى على فروعنا الثانيه ان شاء نعم الله. نعم انا دلوقتي طالب وهبدا ادخل لورقه الامتحان بتاعتي وهبتدي اكتب الموضوع التعبير بتاعي. نعم ابدا موضوعي بالايه القرانيه، وقل اعملوا مثلا على سبيل فسيرى المثال، الله ده مثال، ده مش عملكم فرض على حد. ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ودي مش فرض على حد زي ما قلت، تمام دي مجرد اقتراح مني. انا ببدا بالايه دي، ومن هذا المنطلق ابدا الحديث في هذا الموضوع الذي اخترته، اللي هو الف نعم مثلا او نعم باء اللي انا اخترته، وهبدا اكتب في موضوعي. يبقى منها مقدمه مدخل براعه استهلال بايه قرانيه، ممكن يكون استشهاد. يبقى في الحاله دي يعني انا استوفيت حاجتين، مقدمه جيده وفي نفس الوقت استشهاد. بيت شعر جميل جدا لو نكتب، الناس تكتب ورانا مثلا، واخدم للشاعر مصطفى صادق الرفعي، نعم واخدم بلادا انت من ابنائها، ان البلاد باهلها تتقدموا. البيت ده والايه دي مع الحديث الشريف ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، مع الحكمه القائله لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. نعم اذا انا عندي 4 استشهادات، لو كتبت منهم واحده او اثنين او ثلاثه في الموضوع بتاعي يبقى انا خدت درجه الاستشهاد كمان. طب هكتب الموضوع ازاي؟ بدات اكتب في موضوع يا دكتور محسن وانا شغال دلوقتي في الموضوع، افكاري توقفت. كتبت كام فقره؟ 2. اقف بقى واقعد افكر واقعد اعصر مخي عشان اجيب الفقره الثالثه، سيب الورقه قدامك، سيب المكان بتاع التعبير، ادخل لي بعد اذنك كده على الفرع اللي وراه، ابدا بالسؤال الاول. ممكن يرجع للتعبير تاني. ابدا حل كده السؤال، استكمل الفرع ده خلصته. بس هو لو حدد العناصر اللي هيشتقها يا استاذ احمد يحددها من منين؟ الموضوع، هيقدر يبقى عنده طلاقه لغويه تمام. ويكتب. لا تمام، انا كطالب حددت العناصر منين؟ من راس الموضوع اللي اعطاها لي بالقلم الرصاص زي ما حضرتك قلت، بعمل شرطه كده مايله بين كل عنصر وعنصر، بين كل جمله وجمله، بحيث ان انا يكون عندي مثلا نعم اربع نعم عناصر مثلا او 5 او 3 اللي استاذن قدرت. استاذ احمد، ان اخرج الى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي طلاب الثانوية العامة، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود، فانتظرونا. عودة مجددة بعد الفاصل، ونجدد التحية بأستاذنا الأستاذ أحمد عطا. عودة إلى ما كنا قد تحدثنا عنه أستاذ أحمد، من حديث عن التعبير والحصول على الدرجة النهائية في التعبير الإبداعي باختصار شديد. الورقة اللي حضرتك هتدي لها الدرجة النهائية في التعبير، إيه مواصفاتها؟ لو قدر الله سبحانه وتعالى وقعت الورقة دي في إيدي هديلها الدرجة النهائية كالآتي. نعم. أولاً هشوف الموضوع مستوفي الفقرات الستة، نعم. مستوفي عدد السطور، يبقى كده التزم بشروط السؤال. رقم 2، حسن الخط نعم. وجودة القراءة، أنا هقرأ الموضوع إزاي؟ لأن لما يكون الخط سيء أنا مش هقدر أستمتع بالموضوع أساساً. رقم 4، إن مفيش قشط في الموضوع يبقى المخ مرتب. ما دام مفيش قشط او شطب في الموضوع يبقى المخ عندي مرتب بتاع الطالب ده. رقم 5، الاسلوب اللي مكتوب به الكلام اسلوب يعني الفكر بتاعه اسلوب راقي او اسلوب عالي. بعد كده مفيش اخطاء املائيه ولا اخطاء نحويه، وبركز على الاخطاء الاملائيه، التاء المربوطه، النقطتين، الهمزات، الوصل والقطع، مكتوبه في حقها ولا حقها مش بتبقى مكتوبه. كمان الاخطاء النحويه، رفع اسم كان، نصب اسم ان، الحاجات دي موجوده ولا مخالف للقواعد وغيرها، يعني جميع القواعد. بعد كده الاستشهاد بيبقى عليه درجه. بعد كده ترتيب العناصر، الترتيب المنطقي ولا جايب من كل حته اي حاجه وخلاص، المهم يعبي يملى المكان. بالتالي كده انا قدامي ورقه بعض الطلبة بيقول كاملة. يا أستاذ أحمد إن موضوع التعبير ده مش هيتقرأ، ده يا دوب بيبصوا عليه كده ويدوا الدرجة، من واقع إن حضرتك بتشرف إشراف عام في كنترول الثانوية العامة في محافظة الدقهلية.
بنقول لأولادنا اللي بيقولوا هذه الصيحة وبيزعمون أن الورقة لا تقرأ، بنقول لهم إيه؟ أولاً كان زمان، كان زمان فعلاً لما كان الموضوع مفتوح للطالب يكتب ثلاث طالب أربع كاتب صفحات كتير. خمس صفحات، المقدر بيقول يا أنا لسه هقرأ ده كله، كفاية عليه أول فقرتين أول صفحة كده نص صفحة ومن خلالها هقدر أحكم على الطالب. نعم من هنا بزغت فكرة إن إحنا نحدد الموضوع ب 25 سطر ومجموعة فقرات. نعم أضف إلى ذلك إن الموضوع التعبير أنا بصحح. في ورايا تاني واحد لجنة مراجعة، نعم وبعد لجنة المراجعة في لجنة موجهين مراجعة فوق المراجعة، وفي مراجعة في وبعد كنترول كده في تصور. كنترول يعني نعم لجنة المناقضات أو إلى آخره. نعم لجنة المراجعة النهائية يعني أنت ستأخذ حقك كاملا وسوف يقرأ موضوعك بعناية. أحب أقول كمان إن الطالب اللي مقفل جميع الفروع وبعدين بتيجي التعبير ناقص درجتين أو ثلاثة، لا ده لجنة المراجعة بتقول لبتاع التعبير تعالى على أي أساس؟ أنت النهاردة نقصته. بنقول النهاردة للمعلم اللي بيصحح التعبير لو سمحت حاجة من اتنين تعملها لي، يا تديله الدرجة النهائية يا تحط له خطوط حمراء تحت الأخطاء اللي وقع فيها. نعم. إذا وجدت أخطاء يبقى معلش يا طالب أنت تستحق الدرجة اللي أنت خدتها نتيجة الأخطاء اللي أنت وقعت فيها دي. تمام. أما لو مفيش أخطاء لا هتترفع الدرجة وبالتالي اطمئن تمام الاطمئنان على درجتك في التعبير. إذا انتقلنا إلى القصة الأدبية، طبعا مفيش لوغاريتمات في الجزء الأول في القصة. لا بسيط وسهل. أصبح الطلبة خايفين من الجزء الثاني يا أستاذ أحمد، خايفين لأن الفصول طويلة شوية، المعلومات فيها زحمة لكن أنت شوية. بتحب تطمنهم وتقول لهم إيه بالنسبة للقصة ما الأدبية؟ عادتش القصة تخوف زي زمان، لأن كان زمان يجيب لك فكرة من أي حتة كده ويسألك على الفكرة دي من بين السطور. نعم. النهاردة الأسئلة بقت يعني مباشرة، ونماذج الوزارة اللي نزلت من 2017 إلى الآن نعم. أكتر من 9 نماذج على سبيل المثال نعم. كلها الأسئلة فيها إيه؟ أسئلة مباشرة جدا والأسئلة واضحة جدا من القشور زي ما يعني بنقول. باختصار حضرتك بتطمن أبناءنا طلاب الثانوية العامة في امتحان الغد بأن القصة الأدبية ليس فيها ألغاز. لا لا لا، ما عادش الألغاز اللي كانت زي زمان في من بين السطور في الفقرة اللي بتيجي. النهاردة القصة بتيجي بيسألنا عن موقف واضح للكل. بس الطلبة اللي هما بيميلوا للاختصار أثناء الإجابة وبيبقى سايب له مثلا فراغ كبير، هو بيجاوب في حدود سطر واحد أو يعني سطر ونصف ويعتقد أن الإجابة قد انتهت. أحب أقول برضو لأولادنا الحتة دي مهمة جدا جدا، لا تعتقد أن المساحة الكبيرة معناها أن أنت لازم تكتب كتير أو المساحة الصغيرة أن أنت لازم تكتب كذا، هو هيسيب لك مساحة كافية نعم وزيادة عليها سطرين أو ثلاثة، تمام، دي ملحوظة وتارك حتى وجدناها. مسودة في آخر كراسة الإجابة. بالتالي صحيح، وبالتالي احنا عندنا نماذج الامتحانات السنة اللي فاتت اللي هي سنة 2018 وسنة 2017، النماذج الامتحانات الفعلية مش نعم التدريبات بس كمان، كانت المساحات فيها كافية وزيادة. نعم انا احب اقول للطالب اكتب الإجابة اللي انت عارفها اللي انت عارفها وعندك بس المساحة، يفكر الأول يا أستاذ أحمد. وعندك المساحة خلصت المساحة اللي معاك ولسه عندك إجابة عايز تجيبها اكتب تابع الإجابة في صفحة كذا في المسودة، روح تمام، المسودة واكتب استكمالا للسؤال كذا. يعني المسودة كده أنت بتقر وبتعترف يا أستاذ أحمد إن المسودة تصحح. الورقة من الغلاف الأيمن إلى الغلاف الأيسر نعم من البداية للنهاية تقدر كلها، ولكن أنا عايز برضه أقول حاجة، الإعراب سيؤخذ الإعراب الأول، فعلشان كده عشان خاطر أنا بقى اكتبوا الإعراب اللي أنتوا شاكين إن هو صح أو اللي هو الأقرب، شاكين في اتنين مثلا يقول لك يا ترى هتكون كذا ولا كذا، طب هي أنهي فيهم؟ طب أنت شاكك في اليمين ده أهو أكتر إن هو ده الأكتر، أكتب ده الأول، أكتب ده الأول. زي السؤال اللي هو برضو اجب عن الف او باء اللي بيجي في القصه او في الادب نعم او في القراءه، اجب عن الف او باء اكتب اللي انت عارفه الاول ان هو الاجابه الاكثر اطمئنانا لك نعم اللي انت متاكد منها، عاوز تجاوب الثاني جاوبه سوف يقدر وسوف تعطى له الدرجه، بس اكتبها هناك في المسوده اذا ما كانش فاء لها مساحه موجوده تحت السؤال برضه، تعال واطمئن. نقلب الصفحه يا استاذ احمد نعم ونذهب الى القراءه المتعدده. توافقني ابو ريحان البيروني واراده بالتأكيد التغيير واحتياطي معاهم العلم في الاسلام. أوافقك على أبو الريحان البيروني دكتور محسن. تمام. إرادة التغيير يعني ما هو أبو الريحان البيروني إرادة التغيير لأن هم جنب بعض، مش تمام. هيجيب اتنين جنب بعض في المنهج، يعني هيوزع الامتحان كده على مدار طب الشهور يعني نقول ابو الريحان البيروني هيفرش. والعلم لو ولا ناخد القدس القدس معاهم؟ أقرب من العلم، وإن كنت أرى هو انا بقول القدس جت في امتحان السنة اللي فاتت وكان في نصيب العرب من حضارة العالم، ممكن يكرر القدس ممكن يقرر القدس. ويكررها مع أبي الريحان البيروني. نعم
البديل للقدس لو ما جاتش القدس قوي هيبقى القيم، مش العلم. انا شايف ان القيم قيم انسانيه افضل، يعني هو الاقرب. لكن احنا هنوفي كل الموضوعات اكيد انا حقها عندي النهارده جايب كل الموضوعات بمشيئة باسئله الله. سوف يجدها الطالب غدا وبتحدي ورهان ان شاء الله الاسئله بالنص ونقول وصدقت توقعات قناة مصر باذن الله. التعليمية كما حدث صدقت العام العام الماضي. الماضي. نعم صحيح. نقلب الصفحة نروح لفرع الأدب. أنا شايف إن حضرتك بعناية شديدة اخترت مجموعة من الأسئلة في فرع الأدب لا يخلو منها الامتحان. إيه اللي دفعك لاختيار مثل هذه الأسئلة بالذات يا أستاذ أحمد؟ حتى أنت بدأتها بسؤال ما الذي حرص عليه أصحاب الاتجاه الوجداني، وأنا بقول إن وضع الامتحان لابد أن يفكر في هذا السؤال. نعم. يعني إيه اللي دفع حضرتك إن أنت تختار مجموعة من الأسئلة في الأدب؟ لأن بعبع الثانوية العامة عند الطلاب المتفوقين فرع الأدب الحديث. الأسئلة المختارة يعني الحق يقال أن هي ليست من تأليفي كلها، ولكن هي وردت في النماذج الامتحانية. نعم. اللي نزلت عام 2017 و2018 و2019 النموذجين اللي نزلوا السنة دي. نعم. حبيت أن أنا أقول للطالب في أسئلة مباشرة جدا 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 زي السؤال اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، ما الذي حرص عليه الاتجاه الوجداني؟ وده موجود نصا بالضبط كده إجابته من الكتاب المدرسي. نعم. حرصوا على الخروج من أسر الأنماط الشعرية المكررة على مر العصور وابتكار صيغة شعرية حديثة بيمتزج فيها التراث بالعصري وتكتسب فيها وتكتسب فيها الألفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة على الإيحاء. اللي أنا قلته ده مكتوب بالضبط كده حرفا ونصا في كتاب المدرسة. نعم نعم. هناك أسئلة أنا اخترتها تانية أو أنا قصدت أن أنا أجيب دي، في أسئلة برضو في النماذج ما جبتهاش. طب ليه جبت الأسئلة التانية دي؟ لأن فيها بتدور حول الفهم أكتر منها حفظ. وأنا أحب أقول للطالب النهاردة التعليم القائم على الفهم هو المطلوب، التعلم القائم على الفهم هو المطلوب. أنت افهم عشان تقدر تعبر، ولا بأس انك تعبر باسلوب الكتاب بعد كده، ما فيش مشكله، احفظ بعد كده. استاذ احمد نذهب سريعا الى النصوص الادبيه. ممكن يقلب الترابيزه ويجيب لي الكنيسه نورت والكل مركز على التكافل الاجتماعي في الاسلام. انا ذكرت في حلقه الامس يا دكتور محسن ان كل الناس تقريبا الا من رحم ربي يعني مركزين على التكافل الاجتماعي. تمام. انا مش عارف ليه انا السنه دي شايف ان الكنيسه عندك نورت، عندك اتجاه الى الكنيسه، الكنيسه نورت هي الاقرب بنسبه كبيره جدا 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 ان هتيجي في الامتحان بمشيئه وخصوص الله ان شاء الله رب العالمين. وانت جايب كل الاسئله اللي ممكن يعني ترد الى ذهن وضع الامتحان في حلقه اليوم بمشيئه الله، سوف نعرضها باذن يعني الله رب العالمين في عجال باذن الله. لو ذهبنا الى النصوص الشعريه غربة وحنين. سريعة. غربة وحنين. طب غربة وحنين ولا أهواك يا وطني؟ لا ما هو لازم يجيب واحد حاجة وطني. رومانتيك، لا واحد رومانتيكي كده مع الكلاسيكي يعني أو النسور. ممكن يبقى المساء. لو المساء يبقى النسور. يبقى النسور. يبقى النسور. أنا بقول المساء والنسور. طيب هنشوف كده إن شاء الله بكرة. غربة وحنين رقم واحد إن شاء الله، ده أساسي أساسي إن شاء الله. بس أسئلة غربة وحنين الطلبة كلهم يعني بسم الله ما شاء الله يعني إيه. أنا سمع الطلبة بيقولوا يا رب يجي غربة وحنين. غربة وحنين بس يكونوا حافظين يا أستاذ أحمد عشان ما نسأله في الحفظ. جاهزين بالحفظ إن شاء الله، أنا متأكد من كده. وأسئلة النحو هتأتي في مستوى، لا ده في مستوى الطالب الضعيف كمان، مش هقول المتوسط ده يعني. بس لازم يكون برضه حل الامتحانات كتير. لازم لازم طبعا، ما هو ثانوية عامة يعني حل تدريبات كتير جدا وخاصة في فرع النحو والبلاغة. حلقة اليوم تبدأ بالأدب الحديث. السؤال الأول كما يظهر أمام أبنائنا بعد قليل على الشاشة، ما الذي حرص عليه أصحاب الاتجاه الوجداني؟ تفضل يا أستاذ أحمد. لسه مجاوبينه حالا دكتور، وهنقوله تاني برضه عشان اللي ما سمعش يحاول يسمع. لو فتحنا كتاب المدرسة مع بعض كده ونعلم عليها اولاد، حرصوا على الخروج من اسر الانماط الشعريه المكرره على مر العصور وابتكار صيغه شعريه حديثه يمتزج فيها التراث بالعصريه وتكتسب فيها الالفاظ دلالات حديثه وقدره جديده على الايحاء. تمام. برضو ممكن نضيف الى ذلك ان الصوره الشعريه تنتفع بالنظريات الجديده في اللغه والادب والفن والموسيقى. والصوره الفنيه تنطلق من الوجدان. نعم. خطأ تلاميذ البارودي بالشعر خطوات فاقت ما صنعه البارودي، يبقى ده عايز الأسباب اللي خلت تلاميذ البارودي يجددون القصيدة العربية. نعم. هذا سؤال مهم. نعم.
انا عايز اوضح برضو ان هما في فرق بين السؤالين، تمام علل او وضح. يعني تمام السؤال ده نفس الجمله، خطى تلاميذ البارودي بالشعر خطوات فقط ما صنعه البارودي، ممكن يجي لي قبلها وضح، او يعني مكان كلمه علل دي وضح. تمام تمام، افرق بينهم. لو جالي علل، يبقى زي حضرتك تفضلت وقلت عاوز الاسباب اللي ادت الى ان هم قاموا بالتطور ده. طبعا نعم هنقول لان هم قد تهيأت لهم عدد من العوامل ما لم يتهيأ لغيرهم، تمام وتيسر لهم قدر من الانفتاح على الثقافه الغربيه، نعم سواء بمعرفتهم اللغات الاجنبيه او اختلاطهم بالاجانب او قراءتهم للمترجمات اثر الاحتلال البريطاني لمصر تمام اللي تم سنه 1881 82. تمام طب لو جه وضح، عملوا ازاي؟ يعني هم خطوا بتلاميذ، خطوا خطوات فاقت ما صنعه البارودي، عملوا ايه؟ جددوا في الشعر زي ما احمد شوقي عمل، عدل عن المديح، اتجه اتجاه اسلامي، ذكر المنجزات العصريه، يعني جيب العلامات بدل بتاع ما التجديد. بتاع علامات التجديد، بدل ما كانوا بيتكلموا على الناقه زمان في العصر العصور القديمه كوسيله مواصلات، النهارده بنتكلم على السفينه كما شفنا في غربه وحنين لاحمد شوقي، اتكلم نعم. على السفينه. مكونات الهيكل اللي عن المسرحية سؤال يتكرر ويتوقعه الكثيرون. الهيكل اللي عن المسرحية يتكون من 3 أجزاء، نعم. ما هذه الأجزاء الثلاثة أستاذ أحمد؟ العرض أول حاجة، ثانيها التعقيد، ثم يأتي الحل. طب يكتب إيه في العرض وفي التعقيد وفي الحل؟ العرض بيأتي في الفصل الأول، فيه بيتم التعريف بموضوع المسرحية والشخصيات المهمة فيها. أما التعقيد فبيقصد به الطريقة التي يتم بها تتابع الأحداث في تسلسل طبيعي من البداية إلى الوسط إلى النهاية. وفي الحل؟ الحل بيجي بقى تدريجيا، نعم بينتهي به في المسرحية، بس ما بيجيش فجأة، يعني تمام. المسرحية بتنتهي بالحل ويأتي بيكشف تدريجيا عن الايه؟ ليكشف عن عن العقدة العقد. التي كانت في التعقيد. وصف القصة القصيرة فيه مرونة إلى حد كبير، لو أسند لي وضع امتحان الأدب لأتيت بهذا السؤال. تذكر حضرتك احنا عرضنا للسؤال ده برضو في الحلقة امس، نعم لان السؤال ده في غاية الأهمية، انا في لست مشيئة يعني الله. ارى انه يعني مهم جدا، وقد يأتي بنص نصا غدا في الامتحان بإذن نعم الله. لما لو جيت اجاوب السؤال ده بطريقة فهم كده، شوف يا جماعة، الزمن بتاع القصة القصيرة قد ايه؟ محدش يقول لي هقرأها في 5 دقائق، لان ممكن نقعد نقرأها في ساعتين، يبقى مرن من 5 دقائق للساعتين. يعني بضع الحاجة دقائق وقد يتضاعف إلى نعم الساعتين، بالضبط ده بالضبط. من حيث زمن القراءة، لكن من حيث الحجم. من حيث الحجم القصة القصيرة يبلغ عدد كلماتها أقل من لحد 1000 كلمة، الأدنى أقل من 1000 أقل من ألف كلمة. كلمة وقد تصل إلى 12000 كلمة. طب لو زادت عن 12000 وصلت إلى يعني 30000 بقت كده رواية رواية قصيرة، قصيرة، ولو زادت عن 30000 بقت رواية كبيرة عددها. ايه اللي ترتب على ترسخ الاحساس بتراث الاجداد والماضي العريق مع الايمان بفكرة الجامعة الاسلامية لدى تلاميذ البارودي؟ طبعا حضرتك جاوبت على كده، اللي هو علامات تجديد القصيدة عند تلاميذ البارودي. انا بدات في البدايه دكتور محسن قلت ان النضال الوطني هو اللي طبعا ادى ان هم يهتموا بالتراث الوطني ده. نعم. طب ايه اللي خلى النضال الوطني ده؟ انا معلش انا عايز اقف عند السؤال ده جزئيه كده بسيطه. نعم. يعني ايه نضال وطني وخلاني اهتم بالتراث؟ فاكرين يا اولادي القصه بتاعت احمد عرابي مع الخديوي توفيق؟ نعم. لما قال له والله لقد خلقنا الله احرارا ولسنا ولم يخلقنا تراثا او عقارا ولن نورث بعد اليوم، نعم. العباره المشهوره دي نعم. كان واقف جنبه كده البارودي، لان هو كان زميل احمد عرابي في الجيش في الوقت ده. نعم. ولذلك لقب بلقب رب السيف والقلم. هذا صحيح. البارودي قال في نفسه ايه؟ ايه ده؟ احنا عبيد عند الناس دول، عند الاتراك دول؟ احنا اصحاب الحضاره الكبيره دي يعني؟ لا، ده احنا لازم نرجع للماضي بتاعنا علشان ايه؟ نعود الى سابق عهدنا، اصحاب امجاد في العصر الحديث. هو ده النضال الوطني اللي عمق جواهم فكره الاحياء التراث. فاللي ترتب على حته ترسخ الاحساس بقيمه التراث ده ان هم احيوا التراث ده من جديد يا دكتور محسن، وارتبط ده بالصحافه بعد كده، عالجوا مشكلات مجتمعهم، نعم، وما يخص دخلوا بالشؤون الخارجيه للعالم دخلوا الاسلامي، بالضبط صار بحته الفكر تعبيرهم روح العصر. بالضبط. فكره الجامعه الاسلاميه برضو اتجهوا في شعرهم اتجاه اسلامي زي ما شفنا عند احمد شوقي. حاجات كتير جدا، النقطتين يعني دول مهمين جدا. تنوع الاغراض وابتكار المعاني، صار الاسلوب سهلا ميسورا،
لارتباط جيلهم بالصحافة، عبروا عن التجارب الذاتية وما إلى ذلك. صحيح. ما الذي ترتب على اختلاف نظرة الديوانيين عن الإحيائيين للشعر العربي؟ سؤال مهم جدا في عالم مدرسة الديوان. نعم. الذي يترتب على اختلاف نظرة الديوانيين عن الإحيائيين للشعر أن الناس دول في الديوان عبروا عن ذواتهم وعواطفهم وما ساد عصرهم، دعوا إلى التحرر من الاستعمار وتحمل المسؤولية فهاجموا الإحيائيين. شوف النتيجة اللي ترتبت، أن هم هاجموا الإحيائيين. أنتوا قاعدين تتكلموا في إيه يا إحيائيين؟ نعم. ناظرين للقديم، أنتوا مش حاسين بالواقع اللي احنا فيه ليه؟ عشان الاحتلال البريطاني مسيطر على مصر في هذه الآونة. بالضبط. كان في مقدمة المهاجمين مين؟ نعم. عفوا. شوقي، حافظ إبراهيم، والرافعي. وإن كان يعني عندهم حق في كثير من الهجوم ده يا دكتور محسن، إلا إن أنا شايف إن أحمد شوقي يكفيه شرفا، وحافظ إبراهيم كذلك، والإحيائيين عموما، إن هم أحيوا التراث ورجعونا. نعم. لسابق مجدنا من جديد. لكن تأثر الديوانيين بالثقافة الأجنبية جعلتهم يعني ينظرون إلى الإحيائيين من زاوية النقد في جملة من النقاط، وهي تشير إلى مآخذ الديوانيين على الإحيائيين، وهو سؤال في غاية الأهمية أيضا، كمآخذ مطران على الإحيائيين أيضا. يعني نعم. مآخذ مطران على الإحيائيين ومآخذ الديوانيين على الإحيائيين من الأسئلة المهمة المتوقعة في امتحان الغد بمشيئة الله. بما تفسر تأثر شعراء مدرسة أبولو بشعر الرومانتيكيين الغربيين، ليه شعراء أبولو تأثروا بشعر الرومانتيكيين الغربيين؟ قبل ما هجاوب السؤال ده دكتور محسن، عايز أقول حاجة. السؤال شكله كده طويل جدا على الشاشة اهو، السؤال نفسه مش الإجابة. نعم. أضف إلى ذلك إن ممكن يسيب له ثلاث سطور في الإجابة. نعم. اطمن يا طالب الثانوية العامة، انت عارف الاجابه ايه؟ اربع كلمات، اكتب الاربع كلمات واطمن وحط في بطنك بطيخه صافي زي ما بنقول، علشان ما تقلقش، لان المساحات عشان خط اللي خطه كبير، علشان اللي عاوز اللي فكر في اجابه وعاوز يعيد في اجابته تاني، علشان مش كل حاجه تروح للمسوده، يكتب هنا مره يرجع يكتب على السطر اللي تحته تاني اجابه تانيه واشطب على اللي فوق خط يعني بسيط. يعني المفروض الطالب يفهم هو هيكتب ايه بس. أهم تمام. حاجة أنت شايف الإجابة بتاعت السؤال على الشاشة بتقول لك نتيجة لثقافتهم الغربية وخاصة الإنجليزية، خمس مفردات بالضبط إجابة تمام. هذا السؤال الكبير. نعم. نتيجة. طبعا الدكتور أحمد زكي أبو شادي يعني رائد هذه المدرسة. نعم. عاش 10 سنوات في بريطانيا. نعم. وغيره من الشعراء تأثروا بالرومانتيكية الغربية والروسية. نعم. ما المقصود بمحاكاة الرواية للواقع؟ هذا سؤال مهم جدا أستاذ. نعم. أحمد. وسؤال أنا يعني كتير من الطلبة كانوا بيكلموني برضه في من فترة، إن السؤال ده لو جه هنكتب كل الكلام ده، يعني هنقعد نكتب الكلام ده كله. أنا نقلت نصا الإجابة. خير الكلام ما قل ودل. إحنا هنقول النص بتاع كتاب الوزارة. بس هتقول إحنا نسهل، ولكن هسهلها لكم إزاي بقى؟ تعال نسهلها دكتور محسن. هو جاب شخصيات. نعم. تشبه شخصيات الواقع. نعم. زمان زمان في الادب القديم كانوا يجيبوا شخصيات خرافيه اسطوريه، اللي مثلا اللي هو ايه، نص بني ادم من فوق وحصان من تحت. فاهم حضرتك؟ دي شخصيات اسطوريه، مش شخصيه مش موجوده في الواقع اصلا. النهارده بدا يجيب شخصيات تشبه شخصيات الواقع، في بيئه تشبه بيئه الواقع، في زمن اللي احنا عايشين فيه في الواقع، الاحداث من قبيل الاحداث التي تجري على ارض الواقع، واللغه ايضا من اللغه المستخدمه في الواقع. يعني الطالب هينطلق من مفاتيح يا استاذ احمد. المفاتيح الخمسه دول. تفضل. شخصيات واقعيه او تشبه الواقع، كلهم بقى يشبه الواقع. شخصيات، بيئه او مكان، زمان، احداث، واخيرا اللغه. اللغه. تمام. بس انطلق كده. انا لقيت الخمسه دول والطالب عبر عنها كده بايه؟ بكلمه ايه؟ واقعيه. واقعيه. خلاص. او تشبه ما يكون في الواقع. نعم. نعم. السؤال التالي، تحدث عن أنواع الشخصية في المسرحية من حيث التكوين الفني. هذا سؤال مهم. مهم جدا. نعم. الشخصيات من حيث التكوين الفني نوعين، شخصية ثابتة أي مسطحة، وهي التي، وطبعا مسطحة دي مش موجودة في كتاب المدرسة الكلمة، بس أنا بحاول أن أنا أقول أنها إيه، يعني ما بتتغيرش خلال فصول المسرحية. يعني ما تتغيرش صورتها خالص خلال فصول المسرحية. يعني هو ظاهر بخيل بيفضل بخيل في كل فصول المسرحية. نعم. هو ظاهر كإنسان يتعامل بالربا يظل هكذا على هذه الصورة
في كل فصول المسرحية. نعم. ده بيكون في مسرحيات بتتكلم عن السلوك والعادات. نعم. طيب الشخصية النامية أو المتطورة ماذا عنها أستاذ أحمد؟ هي التي تتكشف جوانبها تدريجيا مع الأحداث، مثل المسرحيات الاجتماعية والوطنية والنفسية، زي شخصية سعد في مسرحية اللحظة الحرجة بتاعت يوسف إدريس. تمام. ده لما لقى البلد اتعرضت للعدوان الثلاثي تغير تماما. نعم. فيعني وقف إلى صف القضية الوطنية. نعم. وتغيرت صورته التي كان عليه. نعم. علل تحول شوقي من المديح إلى التاريخ في قصيدته كبار الحوادث في وادي النيل. كتاب المدرسة لم يذكر سببا لذلك. نعم. ولكن السؤال ده استنتاجي. نعم. أنت يا طالب الثانوية العامة لو وضع لك هذا السؤال، هو وضع طبعا في تدريبات والله الوزارة. والله يا أستاذ أحمد يعني موجود. أنا لما ببص للسؤال ده هو عايز الإجابة يعني من العوامل، العوامل اللي خلت شوقي يطور القصيدة العربية. بالضبط. تمام. أنت عشت في فترة، وده السؤال بتاع السنة اللي فاتت. نعم. إيه اللي تهيأ لشوقي من الظروف والعوامل التي جعلته يجدد القصيدة العربية؟ نعم. هذا السؤال نصا موجود ايضا في النماذج الوزارية اللي نازلة في التدريبات. نعم. التدريبات اللي نازلة على موقع نعم. الوزارة. لا يوجد اجابة نصا في كتاب المدرسة. تمام. تعال نروح للعوامل كده. هو تهيأ لشوقي ثقافة غربية اوروبية الى جانب ثقافته التركية، اطلع على المسرح، على الشعر الفرنسي والنقد الفرنسي والاوروبي الفرنسيين، جالسهم، عاش جالس شعراء المسرح جو الفرنسي، غير جو الشعراء القدامى عندنا، شاهد مسارح فرنسا، فمش هقعد حاطط نفسي، تأثر بالنقاد والجمهور وتأثر بالحركة. نعم. الوطنية. نعم. قرأ لمظاهر التجديد عند أدباء الغرب الأوروبي وخاصة الفرنسيين أمثال فيكتور هوجو وديموسي ولامارتين. نعم. هذه العوامل التي جعلت أحمد شوقي يطور القصيدة مش هفضل العربية. قاعد في القالب القديم بتاع العصور القديمة. تمام. وقعد في المدح، في المدح بس، خصوصا ان هو كان متربي في القصر او قاعد مع الخديوي توفيق في القصر. يعني النزعة الروحية تظهر عند شعراء المهاجر، ما نعم. اسباب هذه ظهور هذه النزعة الروحية عند شعراء المهاجر؟ الاجابة مكتوبة نصا في كتاب المدرسة كذلك، انهم حين وازنوا بين موقف الإنسان من القيم الروحية في المجتمعات الشرقية والقيم المادية في المجتمعات العربية، فلجأوا إلى الله بالشكوى، فدعوا إلى المحبة والأخوة الإنسانية. يعني النظرة التأملية كانت عندهم عالية. عالية. أنا هقول أنا رحت جيت من مجتمع فيه تقاليد عادات وقيم وحاجات فيها روحانيات، روحانيات، رحت المجتمع كله ماديات وعشت في جو الأمريكا الشمالية، بس هم ملقوش نفسهم. تمام. طايلين روحانية الشرق ولا ماديات الغرب. تمام. فأغلبهم عاشوا فقراء وماتوا فقراء. نعم. فطبعا هنا في الوقت ده لازم يبقى عندهم نزعة إنسانية، لازم يبقوا نعم. صافيين من جواه، لازم يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه بالشكوى، لابد أن يقوى عندهم يعني حب الخير للجميع ومساندة الغير. نعم. أسرف بعض شعراء المدرسة الجديدة في استخدام اللغة، وضح ذلك مبينا دوافعهم إلى الإسراف، ثم اذكر موقف النقاد من هذا الاتجاه. هذا السؤال في غاية الأهمية دكتور محسن. ده سؤال مركب. مركب. هو ما هيجيش كده طويل كده يعني. أنا حاولت أن أنا أجيب كل حاجة في الواقعية. طب بداية يعني هم أسرفوا، شعراء الواقعية أسرفوا في استخدام اللغة. ليه؟ وجابوا كلمات عامية وأجنبية. ليه؟ ليخففوا من سيطرة اللغة الكلاسيكية في الأسلوب، لأن الأسلوب في رأيهم كان مجرد وسيلة مش غاية. تمام. زي مثلا ما حطوا عناوين لقصايدهم أو لدواوينهم، كان يا مكان إلى اللقاء شربت شايا في الطريق. طب النقاد لهم موقف من هذا الفكر او هذا الاتجاه عند شعراء الواقعي. النقاد طبعا عابوا على شعراء مدرسة الواقعية ذلك، لانه مبتذل يهبط بمستوى الشعر الذي هو فن جميل يرقى بالاسلوب واللغة والمشاعر الانسانية. نذهب الى التكافل الاجتماعي كنص متوقع استاذ احمد. انا حاولت يا دكتور محسن ان انا ما اجيبش بقى قطعه واسئله النهارده. حبيت اقول للطالب بتاعي تعال نشوف التعليق اللي انت خايف منه، هبسطه لك، وده مكتوب من كتاب المدرسه. التعليق ده بيعمل انقباضه نفسيه عند الطالب. انا عايزك تيسر لنا تعليق التكافل الاجتماعي
والكنيسة نورت أستاذ أحمد. بالضبط. التكافل الاجتماعي، لما يسألك يقول لك النص من أي أنواع الأدب أو الفن أو فنون الأدب، هتقول له من نوع المقال. من أي أنواع المقال؟ هتقول مقال المقال اجتماعي. الاجتماعي. تمام، متفقين؟ ده أول سطر لو قال عندنا لي في مقال الكتاب. اجتماعي ليه؟ هقول لأنه يعالج قضية قضية اجتماعية. اجتماعية وهي نعم. قضية الفقر. نعم. مين اللي كاتب المقال ده؟ أحمد حسن الزيات، دكتور تمام أحمد حسن الزيات، تمام واحد من المحافظين في النثر. يعني الاتجاه إيه بتاعه. المحافظين؟ يعني إيه محافظ. المحافظين؟ تعالوا نقف عندها بس ثواني ونقول لك المحافظين هم اللي حافظوا على سلامة اللغة، قوة الأداء، أحيوا التراث، تأثروا بأساليب القدماء، مجدوا الماضي وتغنوا به. نقولهم يبقى تاني. ده سؤال يتصل بخصائص الاتجاه المحافظ، نعم. وسؤال ده هذا السؤال مهم جدا جدا جدا، لو أتى الامتحان لابد أن يأتي هذا السؤال. نعم. معك كتاب وزارة جايب كتاب التربية المدرسة والتعليم النهاردة، وأصلاح. جايب كتاب المدرسة النهاردة، وهقول للطالب افتح معايا وانت بتتفرج على الحلقة دلوقتي كتاب المدرسة ده، كتاب الوزارة معايا اهو. هنفتح النهاردة كده على صفحة التعليق على كتاب، على نص التكافل التكافل الاجتماعي. الاجتماعي في تمام. الإسلام. ونشوف مع بعض كده أول سطر فيه. هذا النص مقال اجتماعي مكتوب عندنا كده، كتب بأسلوب أدبي نعم من قلب الكتاب اهو، وهو يمثل لاتجاه المحافظين. تمام. مين اتجاه المحافظين دول؟ أولئك الذين حافظوا على سلامة الأداء وقوته، أحيوا التراث، تأثروا بأساليب القدماء، مجدوا الماضي وتغنوا به. نعم. طيب الزيات واحد من أصحاب الاتجاه ده. زي مين؟ زي مين برضو كما طه أصحاب الاتجاه؟ حسين والعقاد طه والمازني. حسين العقاد المزني. تمام. هتقولي لا استنى، هو العقاد والمزني دول كانوا كانوا من اصحاب مدرسه الديوان ولا كانوا في المحافظين؟ ما انا الطالب بيقول لي أي. انتوا كده بتقولوا لي هو في المحافظين والكلاسيكيين ولا في الديوان؟ هقول لك تعالى اهدى بس معايا كده. في الشعر كان لهم اتجاه، في النثر كان لانه لهم اتجاه اتجاه تاني. برضه، اتجاه نثري. نعم. ما تخلطش الامور ببعضها. طيب الحاصل بقى ان الزيات بيمثل لمذهب ادبي جديد هذا سؤال آخر. متطور عن المحافظين. نعم. يعني في يقوم على دعامتين. دعمتين، يعني هو كان محافظين بس مش هيفضل على المحافظين على طول. هيسألني في هاتين الدعامتين أستاذ أحمد. نعم. ايه الدعمتين اللي قام عليهم اسلوب او مذهب الزيات؟ نعم. اقول لحضرتك تعالى لي. اولا الافاده من اثار الفكر الغربي. تمام. اثنين العوده الى بلاغه القدماء في التعبير. طب ايه بلاغه القدماء دي؟ يعني ايه يعني كانوا بيعملوا ايه؟ اتسم تعبيرهم بالايجاز. اثنين رصانه الفواصل وقصرها، جمال اللفظ ووقع موسيقاه الساحر. نعم. نقولهم تاني، نقولهم تاني. التعبير عند القدماء نفسهم، القدماء ده هم عبروا ازاي؟ عبروا بايجاز ورصانه الفواصل. يعني ايه كلمه رصانه؟ رصانة عن قوة، قوه، والفواصل نهايات الجمل. نهايات الجمل. وقصرها وجمال اللفظ ووقع موسيقاه الساحر. النص بتاعنا لما يجي يقول لك الافكار بتدور حوالين موضوع ايه او ايه وايه، هو مش هيسال السؤال ده هذا بس. سؤال مستبعد. يعني لكن احنا مستبعد. بنقوله العلم بالشيء. ناس. لكن هيسالني عن حاجه اسمها الفكره المحوريه. نعم. لما يجي يقول لي حرص الكاتب من بدايه مقاله على تاكيد فكره النص المحوريه، انا عايز سؤال هي تاني ايه؟ يا استاذ احمد بعد اذنك. حرص الكاتب من بدايه مقاله على تاكيد فكره النص المحوريه. الفكره المحوريه بتاع وضح النص هي ذلك. ايه؟ هيقول لك وضح ذلك. نعم. كله هي علاج الإسلام للفقر باستخدام مجموعة كبيرة جدا من الوسائل اللغوية. الزيات أبدع تمام. الزيات أبدع، ماشي. الزيات أبدع وأجاد في استخدامه لهذه الوسائل اللغوية المتنوعة. زي إيه؟ زي صيغ التفضيل، زي كلمة أرفع وأكثر. وأنا لو عديت أسماء التفضيل اللي موجودة في النص هلاقيهم 13 اسم تفضيل. دول كتير جدا على نص مكون من تقريبا من حوالي 25 سطر. يعني ده احنا بنجاوب كده على سؤال وسائل تأكيد الفكرة المحورية. نعم. هو أولها السؤال، إيه يا أستاذ أحمد؟ عايز أختصر السؤال ده عن الطالب. السؤال تاني. حرص الكاتب من بداية المقال على تأكيد الفكرة المحورية. تأكيد. أكدها بوسائل. أكدها بوسائل إيه؟ واحد. أول حاجة استخدام اسم التفضيل او الاكثار من ارفع صيغ التفضيل. واكثر واوفر. نعم. وفي 13 اسم تفضيل موجود في الفقرتين تمام. الاولى والثانيه. تمام. ايضا الاكثار من المترادفات، الجمل المترادفه والكلمات المترادفه، واكثر من اساليب التوكيد تمام. بان واستشهد وقد
واستشهاد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية واللجوء للإحصاء. هو لا ممكن يجيب لي السؤال ده منفرد يا استاذ احمد، علل لجوء احمد حسن الزيات الى الاحصاء. هنقول له بقى راس السؤال للتاكيد على فكره النص المحوريه وهي علاج الاسلام للفقر عن طريق الزكاه. طب على مستوى التعبير يا استاذ احمد، الذي عبر به احمد حسن الزيات في التكافل الاجتماعي في الاسلام، ماذا عن هذا المستوى عند أديبنا الزيات؟ تمام، سؤال بالضبط ورد في نماذج التدريبات الوزارية على مستوى التعبير بما يتسم أسلوب الكاتب. نعم، السؤال ده أنا شايفه برضو في غاية الأهمية، ومش عايز أخلط بينه وبين السمات الفنية العامة. نعم، لا أنا عايز أتكلم على مستوى تعبير فقط. التعبير بيتسم أسلوب الكاتب هنا بالميل إلى تنسيق المفردات والجمل والعبارات عامة. يعني إيه تنسيق الجمل والمفردات؟ بيحط الجملة يبقى جنبها جملة قدها، حط مفردة يبقى تقابلها مفردة قدامها. نعم، المفرد يقابله مفرد، الجملة تقابلها أو تليها جملة على نسق تركيبي واحد أو قريب منه. قد يصل عدد الجمل المتوالية من هذا القبيل إلى 3 جمل أو أكثر. التساوي ده احنا بنسميه الازدواج في عالم موسيقى. نعم، النثر. نعم، وانا متاكد ان غدا ان شاء الله رب العالمين ده لو جه النص ده وان كان مستبعد من وجهه نظري شويه، لكن هنفترض انه جه، وانا سامع كتير من الناس بتقول لي يا ريت يجي التكافل الاجتماعي ما يجيش الكنيسه لان التعليق بتاعها صاحبي شويتين وكده، بس احنا هنبسطه ان شاء الله وهنبسطه لكم. نعم، وهتقولوا في النهايه يا رب يجي بقى الكنيسه. السؤال المهم جدا في التكافل الاجتماعي هيجيب له جملتين ويقول له ما مصدر الموسيقى فيهم. وطبعا الموسيقى بتبقى فيها ازدواج. فيها ازدواج الا في جمله واحده. ايه هي؟ الا في سؤال واحد، في عباره واحده اللي هي اخى بين الناس وساوى بين الاجناس، هنقول له فيها مصدرين من مصادر الموسيقى، الساجع والجناس. الساجع والازدواج. وبعدين لو قال اصل الجناس هقول له امتى؟ البعض بيبقى يقول لي يشترط في الازدواج ما يكونش فيه جناس، ما يكونش فيه ساجع في النهايه. البعض من علماء لكنها صحيح، هي صحيحه. تمام، امتى اقول الجناس؟ لو جاب لي كلمتين بس وقال لي الجناس الاجناس الناس الناس الاجناس، ساعتها اقول هنا. وموجوده برضه في نماذج من نماذج الوزاره على فكره، انه جاب له قال له ما مصدر الموسيقى بين في قوله الناس والاجناس. هنا ما نقولش بقى ساجع لانه جاب لفظين اتنين، هقول له هنا ايه؟ هقول له هنا الجناس الناقص. طيب يعني معنى كده على مستوى التعبير ان في ازدواج وفي ساجع وفي جناس وفي تساوي جمل نثريه وفي تقطيع موسيقي رائع. طيب الفاظ الكاتب معبره والصور موحيه. هستأذنك يا دكتور محسن. اتفضل. عوده سريعه لحته الساجع. نعم، في سؤال مهم جدا برضو ورد في النماذج، بيقول وضح مصدر الساجع. يعني السؤال ده جاي منين؟ شوف بقى السؤال ده. هلا انا عايز الاجابه كده باختصار شديد وبنظره مكتوب على الشاشه تشكيلي. مكتوب على الشاشه. طب يبصوا على الشاشه على السؤال ده كده بالماوس كده يا استاذ احمد. يعد، انا هظللها هتبان كده متظلله اهي. تمام، جميل. تمام، جدا، ماشي. تمام. يعد الساجع الذي تتنوع اشكاله في البلاغه العربيه سجع صادر في الاعم الاغلب عن طبع الكاتب وحسه المرهف وموهبته البيانيه الكبيره. تمام، انا عايز الاجابه تاني. يعني تاني. السجع صادر في الاعم الاغلب عن طبع الكاتب اللي انا ظللتها دي، طبع الكاتب وحسه المرهف. تمام، وموهبته البيانيه الكبيره، وقد ينطوي على بعض الوان البديع الاخرى بعد ذلك الموسيقى، يعني زي الجناس والازدواج. نعم، يبقى السجع صادر منين؟ من عن طبع الكاتب وحسه المرهف وموهبته البيانيه الكبيره. تمام. نعم، الفاظ الكاتب معبره وموحيه. اشرح ذلك. سؤال برضو موجود في النماذج. انا مكبر الكلام اللي في التعليق ده اللي خطه بونت بتاعه كبير وتحته خط، على اساس اقول لك ان هو ده السؤال. جاءت بما تتسم الفاظ الكاتب وصوره. نعم، هيقول لك تقول له جاءت الفاظ الكاتب معبره وصوره موحيه. نعم. نعم. طيب يعني لو سألني وقال لي ان احمد حسن الزيات استطاع من خلال تعبيره في النص ان يرسم لوحة فنية، الاجابة بتبقى عايزانا ادخل الى صور كفاح الاسلام للفقر بكفاح المجاهدين يا استاذ احمد؟ نعم. تمام. بنقول له هو استطاع بقلمه ان يرسم مثل ريشة الفنان. نعم. لوحة فنية كأن هناك جيشان يتقابلان الآن.
الجيش الأول هو الفقر الذي يغزو الجزيرة العربية، والجيش الثاني هو الذكاء أو العلاج الذي وضعه الإسلام أو أقره الإسلام لعلاج هذا الفقر، ويتصارعان. نعم. هذه الصورة الجميلة الفنية التي رسمها الزيات لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسان القارئ لهذا النص. نعم. الموسيقى الهادية في اختصار. الموسيقى رسم احنا لسه قايل من شوية ان اكثر من الازدواج واكثر من الموسيقى الهادئة في مثلا تمزيق العلائق، معاناة الغزو، مكابرة الحرمان، تضرية كلمات، كلمتين وعمل بيهم شد جذب انتباه القارئ للاستماع لمقالي للنهاية او لقراءة مقالي للنهاية. بنشكر الاستاذ احمد على هذا العرض الطيب الجميل، ونعد بحلقة أخرى نستكمل فيها توقعات قناة مصر التعليمية لامتحان الغد 2019. شكرا لك أستاذ أحمد. أبنائي أعزائي طلاب الثانوية العامة، لا نقول وداعا بل إلى لقاء، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.